السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم سنتكلم عن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم مشهور ولديه العديد من الخواص. يعني بهذا الاسم بإذن الله تقضى الحوائج العديد من الأشياء، والمشايخ يذكرون به، يعني عديد من الناس تذكر به، يعني الأولياء يذكرون بهذا الاسم كثير وينصحون به، وهو سريع الاستجابة. سريع الاستجابة عنده عديد من الخواص كما قلنا، يعني في الرزق، في إزالة العكوسات، ولديه عديد من الأشياء استفادة منه. اليوم سنقول استفادة لتسريع الخطوبة والزواج عند النساء، خصوصا للنساء. في جلسة واحدة يوميا هذا الورد، يعني تجلس وتكون متوضئ إلى القبلة وتقوله بدون انقطاع كلام يوميا لمدة 7 أيام. لمدة 7 أيام تقول 1525، تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف 1525. ولما تكمل 7 أيام تقول تكمل الورد، تكمله ب 129، يعني تكمله دائما، يعني تجني منه الخيرات، وهو عدده 129، ولكن في البداية ستقوله 1525 لمدة 7 أيام لتسريع الخطوبة وجلب الزواج، أو زلب الزواج أو تسريع الخطوبة، تسريع الخطوبة وجلب الزواج. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء، ومع السلامة.